حلقة النهاردة من أحلى وأجمل البلاد اللي بحبها وهطبخ منها النهاردة. نفسي جدا 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 إني أزورها. إحنا النهاردة رحنا المغرب بس هنا في الاستوديو. قلت أنا إيه أكتر البلاد اللي نفسي أزورها الفترة دي؟ الصراحة حسيت إنها المغرب. ومن ضمن بقى إن إحنا يعني طول الوقت لو حابين نسافر هيبقى صعب وهيبقى تفاصيل وقصص كبيرة وشغلانة بقى وفيزا وكورونا قصة كده، فحسيت إنه ليه ما نجيبش المغرب عندنا؟ السفر والأكل حاجة واحدة، كل بلد بنسافرها بنشوفها على حقيقتها من مطبخها، بنتكلم معاهم عن طريق الأكل، بندوق ذوقهم وطريقتهم وطريقتهم في التقديم، الطعم، التوابل، كل التفاصيل بتاعة البلاد بنكتشفها في أكل البلد نفسها وفي المطعم اللي بنروحه وبنزوره لو سافرنا في أي بلد في الدنيا. إحنا النهاردة هنطبخ من المغرب، يعني سعيدة جدا 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 بان انا النهاردة هعمل الكسكسي المغربي بالخضار، حاجة كده جميلة جدا جدا جدا. وهنعمل الطنجية المراكشية، الطنجية المراكشية طبعا فيها تاتشات اكيد مش هظبطها زي اهل البلد وزي المغاربة بالظبط، فيسامحوني بقى ويعدلوا عليا براحتهم، عيشوا حياتكم. النهاردة انا بحاول اسلم عليكم بس بطريقتي. نبتدي بإيه؟ نبتدي بالطنجية المراكشية. أهل مراكش الحلوين اللي علمونا أحلى طاجن بس في الفخارة دي. الفخارات دي موجودة وموجودة في البلاد كتيرة وكل بلد عملت الفخارة بتاعتها بطريقتها. الفخارة اللي بنغطيها قوي ونكمرها قوي هناك في مراكش بيعملوها بالموزة، بيحطوا فيها موزة وبيحطوا فيها حركات. هوريكم النهاردة قد إيه الموضوع بسيط وسهل وهينفع نبقى خرجنا خروجة مختلفة بس وإحنا قاعدين في البيت. هنروح النهاردة المغرب، يلا بينا نبتدي. أول حاجة الطنجية المراكشية اللي هي طاجن اللحمة بالليمون وبالزيتون. محتاجين لحمة موزة، ليمون معصفر، زيتون اخضر، طماطم، بصل، فلفل رومي، ثوم وحزمه بقدونس، حزمه كزبره وقرصيه ومشمشيه، معلقه كبيره سمنه بلدي، معلقه كركم، معلقه جنزبيل وكمون باودر وزيت زيتون. احنا النهارده هنشتغل بكل المكونات دي في الوصفتين اللي عندنا. عندنا وصفتين، الكسكس المغربي الطاجين الحلو ده اللي بيتعمل بقى يخني كده خضار وحركات، فاحنا المكونات بتاعتنا هنشتغل بيها في الوصفتين. بس انا عايزه ابتدي الاول بالوصفه دي. طبعا الوصفه اصلها لحمه الموزه، بيحطوا الموزه ممكن موزه بعظمها او من غير عظم، النهارده برضو هشتغل بلحمه موزه، بس بيعملوا حاجه ممكن نكون احنا مش هنعملها النهارده. اصلها ان احنا نحط كل حاجه ني في ني، وانا عملت ميكس الحقيقه ما بين مثلا طاجين اللحم بالبرقوق وما بين الطنجيه المراكشيه، لاني اتعلمته كده وعجبني لما دقته كده. يعني انا دقته من صديقه ليا مغربيه، انبسطت جدا بالطريقه وحسيتها سهله وحلوه وميكس ما بين الاثنين. انا بحب قوي فكره ان انا اعمل طاجن الزيتون والليمون واللحمة الموزه واحط عليه كمان قراصيه ومشمشيه، وما تقلقوش ما بيبقاش مسكر، ما فيش حتى لقطه الاكل الصيني والاسيوي ده اللي هو بيبقى شويه سويت اند ساور، السكر والمالح مع بعض، لا التاتش موجود بس مش مضيع خالص الحد الاساسي للاكله. اساسيات الطاجين ده او الطنجيه اللي هم بيعملوها دي الكمون الكمون والجنزبيل والكركم، دول الاساسيات يعني هنشتغل بيهم وهنشتغل بيهم حتى النهارده واحنا بنعمل الاكله الثانيه. خلينا نبتدي باول حاجه واساسها كمان معلقه السمنه البلدي المغربي، سمنه بلدي كده زي بتاعتنا بس مالحه وبرضو ايه ليهم طريقتهم. طبعا انا استبدلت السمنه البلدي المغربي بالسمنه البلدي المصريه بتاعتنا. إيه قلنا البهارات الاساسيه، طبعا اساسي معانا البصل، هم هناك عباره عن لحمه موزه، بصل، ممكن الزعفران وممكن لا، مش كل الناس بتحط زعفران، ومعلقه السمنه البلدي وحبه زيت زيتون. طبعا
كل حد بيعمل الأكلة دي بمزاجه. هحط كده شوية زيت زيتون صغيرين، وهحط كمان، عايزة هنا أقطع البصل، وهحط معلقة سمنة، علشان أنا الطريقة بتاعتي إن أنا هشوح اللحمة الأول، هشوح الموزة الأول. هنعمل كده، ممكن نوسع لنفسنا كده هنا، نشيل تقيل جدا. يلا بينا. الطاسة سخنت، هحمر الموزة. تسخن بس ونزود عليها الباقي. نقطع بصل ونشوح اللحمة كده تشويحة بسيطة. نحط حتة كمان، مش عايزة برد قوي. وآدي البصل اتقطع، عايزين كمان نقطع كده ليمونتين ونسيب ليمونتين صحاح. دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها دلوقتي في الوصفة الأولانية. هنحط كمان زيتون، هما مش بيحطوا زيتون في الأصلية، ما بيتحطش فيها زيتون، بيتحط فيها الليمون المخلل المتعتق بقى، يعني المتعتق بتاعهم ده هما بيحطوه. أنا طبعا استخدمت الليمون العادي بتاعنا، كل بلد وليها طريقتها واسلوبها. هناخد طماطم، وفلفل، ادي فلفلايه اهي. خلينا ناخد واحده كمان احسن. هنحط شويه من البصل العادي كده اهو، حبة نيين في القعر تحت. ليه؟ علشان الحاجة ما تتحرقش مني قوي فتلزق كلها. هحط بس شوية كده، أوكي؟ على حبة من زيت الزيتون، وهبتدي نزل اللحمة، وهكمل بقى الحاجات اللي أنا ناوية أحطها أو بحب أحطها. هزود كده اللحمة أهي. ممكن نحط واحدة كمان، ممكن نحمر واحدة لحمة كمان كده، وايه ونشيل الباقي كده. مجهزين الخضار بتاعنا، مش هنحط كل الفلفل، الفلفل مش فيها كتير، خلينا نحط الفلفل كده على جنب. طماطم متقطعه كبير شويه عشان يعني تستحمل انها ما تتهريش، لان اللحمه دي بتقعد في الفرن عدد ساعات على حسب نوع اللحمه اللي انت مستخدماها، بس احنا عايزينها دايبه خالص، دايبه دايبه. يعني كان في اكسبريشن كده قالته نادين سيمن جيم في المسلسل بتاع 2020، لو بتفرجتوا عليه بتفرجوا عليه، حلو قوي المسلسل ده. قالت لفظ كل شويه تقول لهم ايه، اعمل لك ساندويتش طعميه منهنه، فعارفين المنهنه دي اللي هي يعني كده، فهي قالت اكسبريشن صح على الاكل لما بيبقى فعلا حلو. يعني هنشوح كده البصلايه. التشويح ده بقى مكان الدهون اللي نزلت من الموزه بتظبط معايا البهاريز اللي هتستوي فيها اللحمه، يعني سخونيه الحاجات طبعا بتسرع ان هي تبتدي تغلي، فتبتدي بقى هي تستوي في اللي نزل ده. دلوقتي البصل هياخده والحاجات يعني كل الخضار هيبتدي ياخد الطعم، فمش قادره اقول لكم طعم البصل حتى بيبقى عامل ازاي. تشويحة لطيفة مع الفلفل والطماطم كده، ونحط كمان الليمون اللي احنا قطعناه هنا في الخلطة دي كده، وعلى قد بقى ما الطاجن بتاعك ياخد. طبعا احنا النهاردة مستخدمين الفخارة دي، الفخارة دي
علشان ناس كتير جدا هتسأل احنا جايبينها منين. جايبينها من قرية الفخارين اللي هي مدينة الفسطاط اللي كلها فيها صناعة الفخار. لو تفتكروا اول حلقة لسر الصنعة رحنا مدينة الفخار دي، والمنطقة دي كلها فيها بقى صناعة الفخار في مصر، بيعملوا كل اشكال الفخار. طيب احنا ما عندناش ده، هنعمل ايه؟ في اي طاجن، اي طاجن مش مهم خالص هذه الزلعة. اوكي يلا نتبل بقى حبة فلفل اسود، هنخلص حيلا وهنطلع فاصل. حبة ملح، انا حطيت هنا الكركم والجنزبيل، باقي الكمون كده وحبة الزيتون هحطهم كده من جوه. هحط هنا كمان مشمشتين، وهنحط قراصية بالشكل ده، وهنا بقى هنحط شوية من المية المغلية تفك معانا علشان بس كده. هو ده اللي انا عايزاه، ده اللي هيستوي فيه الطنجية بتاعتنا. يلا بينا نحط بقى كده واحدة واحدة. واحدة واحدة بننزل الصوص كده، وادي الفلفل على قد ما ياخد الطاجن بتاعك ياخد. كل الحاجات بتاعتنا هتنزل بالشكل ده، اهم حاجه بس الميه دي تنزل كده. وادي الطماطم كده، حطينا تقريبا كل حاجه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ممكن نقفلها بعجينه زي ما انتم عارفين حركه العجينه دي، بس انا بصراحه بحب اكتر ورق الالومنيوم علشان بيكمر، وبقدر افتح ازود شويه ميه، افتح ابص عليها لحد ما تستوي خالص. هنعمل كده حبه زيت زيتون على معلقه سمنه على الوش كده. تمام انا خلصت الطاجن، ممكن انتوا بقى في اي طاجن تشتغلوا عادي جدا. هنقفل كده وندخل الفرن. وصفة الكسكسي، احنا كلنا يعني مصر، ليبيا، تونس، المغرب، كل الناس دي عندها الطبق ده. احنا مثلا في مصر عندنا الطبق ده كان بيتعمل في المواسم برضو، حادق مش بس المسكر. في بيوت في مصر بتعمله مسكر بس بسكر باودر وكده، لكن لا احنا عندنا في المواسم في مصر الطبق ده كان موجود ولو حدث. يعني النهاردة الحاجة فلانة في البيت ده هي بتعمل كسكسي، تلاقي البيت كله عارف والطبق بيدور والناس كلها راحة جاية وحدث كده. وبتعمل في المواسم بقى على بط، لازم كده من الحاجات الضخمة الكبيرة اللي تتعمل النهاردة موسم، يبقى نعمل بقى الكسكسي والبط والحركات. فالطبق ده موجود في مصر بس له طعم ونكهة مختلفة تماما في دول المغرب العربي، وهم وصلوا بيه للعالمية الحقيقة، لأنه المراكن كوزين أو المطبخ المغربي واصل للعالمية. يعني الناس كلها تعرف الطبق ده، تروح مثلا، طبعا هم على علاقة جيدة جدا وثقافة قريبة جدا مع فرنسا، وصلت بقى فرنسا الطبق ده للعالمية. كل الناس عرفت بقى الطبق ده وبقى منتشر جدا، وفي أوروبا عارفينه، ومطاعم مغربي كتير، ولا طبق الكسكس ده يعني مشهور جدا. فهنعمله النهاردة بالطريقة المغربية الجميلة، وهحاول أقرب إلى حد ما من الطريقة الصح، فيعني اعذروني أنا أكيد مش من البلد، فكل بلد وبلد ليها طريقة مختلفة، أنا حاولت أقرب من الطريقة اللي دقتها وهنعمله. يلا بينا هنعمله ونقول المقادير. أول حاجة محتاجين لحمة موزة، محتاجين كيس الكسكسي اللي بنشتريه جاهز، وطماطميتين، بصلتين، فلفل رومي، كوسة وجزر، وقرع، وعلبة حمص الشام، فصين ثوم، حزمة بقدونس، حزمة كزبرة، قراصية، مشمشية، يعني كل الحاجات اللي احنا حاطينها دلوقتي قدامكم هتنزل لكم على الشاشه، جنزبيل باودر وكركم، كل التفاصيل بتاعه المطبخ المغربي اللي انا بحبها جدا موجوده الحمد لله في مصر. مش هتلاقوا حاجات كتيره مش موجوده. طبعا ليهم خلطه مشهوره جدا وهي خلطه راس الحانوت، بس يعني يستحسن ان احنا نجيبها بقى ايه من اهل البلد. هتعرفوا حد كده بقى في المغرب يجيب لكم
خلطه التوابل دي. هحط زيت على حله سخنه، وهحط معلقه سمنه علشان عايزه اشوح اللحمه الاول، وهوريكم دلوقتي. انا بحط طبعا بستخدم سمنه بلدي بتاعتنا، زي ما بقول لكم هم هناك عندهم السمنه البلديه بتاعتهم الاصلي. عايزه اقول لكم كمان ازاي نجهز الكسكسي للعمايل لتجهيز. انا دلوقتي اشتريت الكيس الجاهز، اكيد كلنا ما عندناش وقت ان احنا نعمله من الاول خالص، فبنعمل كده، بنشتري الجاهز ده اهو. دي حبوب الكسكسي اللي بنشتريها في الاكياس، موجوده في كل السوبر ماركت، اي سوبر ماركت، وفي مصري وفي تونسي وانواع كتيره ورخيص وكل حاجه، يعني في رخيص وفي الغالي، فالحمد لله متوفر. هنحط عليه ميه ساقعه كده. عارفين بنبل البرغل ازاي، بننقع البرغل ازاي كده لحد ما بس كده. هقلب بس كده تقليبه عشان الميه تتوزع كويس، وهسيبه لحد ما يشرب الميه كلها، ياخد قد ما ياخد من الوقت على حسب النوعيه بتاعتك. هنيجي دلوقتي نقلب اللحمه. احنا دلوقتي بنعمل بقى المرقه بتاعه الكسكسي اللي هي بنسقي بيها الكسكسي في الاخر، وبنسوي فيها الخضار اليخني كده بتاعه كسكسي نفسه، اللي هي الطعم كله بقى فيها. نشوح كده. يا ترى ليه البوتاجاز اتقفل؟ هحاول انا اصلحه، ولو ما عرفتش هحاول، هحتاج مساعده. لا الحمد لله ما احتجتش مساعده، انا خلاص انا بقيت شاطره وبشغل البوتاجاز لوحدي اهو. اوكي نحط ده كده على جنب، ونجيب الخضار علشان نجهزه. اول حاجه هاخد بصلتين، هقطع كده البصل برضو شرايح عاديه، لو حابينه يبقى ناعم خالص مفيش مشكله. ناخد البصل دلوقتي. اللحمه بنشوحها وبنحط عليها البصل، معاك حط كده الطماطم، حطيت الطماطم والبصل، هنحمر كله مع بعض. نجيب ايه كمان من الخضار؟ ولا حاجة. ممكن بتحبي كسكسي يا دعاء؟ اوكي بحبه. يعني كنت بحب المسكر بس في الاول، وبعدين لما دقت المغربي عجبني قوي، فبقيت لا بحب اعمله وبحب اكله بمزاج. حط كده شوية ثوم، ونحمر كويس قوي، ونجهز كزبرة وبقدونس، حبة حلوين كده كزبرة وحبة حلوين بقدونس، بوكيه كده. نحطهم كده ونحمر كويس. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اللحمة خلاص اتشوحت. بصوا بقى الخلطة بتاعتنا دي، دلوقتي هنحط عليها الجنزبيل والكركم وال ايه تاني لا مش هنحط كمون كده، فلفل اسود، ونحط
مية مغلية. طبعا لو عندنا حلة ضغط هتبقى لذيذة جدا ومش تاخد مننا وقت خالص. هنسيب الخلطة دي تغلي بالشكل ده. عايزة اعمل حاجة مهمة جدا وهي اني اكرمل البصل. عايزة اكرمل بصل، فهحط كده شوية بصل صغننين متقطعين رفيع شرايح. وعايزة اقول لكم بقى احنا دلوقتي في انهي مرحلة. المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي هو اننا دي كده اللحمة بعد السليق خلاص اتسلقت، ودي المرقة. تمام، هنعمل ايه؟ هنقطع الخضار ونحطه دلوقتي. هنبتدي بالجزر كده، اللحمة خلاص اتسلقت هنحط الجزر، الكوسة كمان هنحطها دلوقتي حالا، بس نقطع كده ايه كل الخضار، نحط الجزر وهشوح هنا البصل كويس، مش عايزاه يتحرق مني. تشويحة لذيذة كده مع حبة سمنة. حركة البصل المكرمل وهنحط عليه زبيب مش الكل هناك بيعملها، بس أنا عجبتني أوي. حطينا كوسة جزر وده المرقة. نفتح القرعة بقى كده، واو بحب لونها قوي. القرعة مغسولة، قرع العسل مغسول وزي الفل. ممكن بقى نحطه بقشر وبعدين نقشر، او نقشر بعد نقشر قبل زي ما تحبوا، الاسهل لكم. نقطعه كده زي الكانتالوب ليبقى لطيف جدا. شرايح شرايح، هو سخيف شويه في تقطيعه بس يعني ايه معلش. نحطه كده، عايزه ازود شويه من الميه للمرقه. ونظبط كمان الملح بقى والتفاصيل بتاعه الأكلة كلها. عايزين نحط على البصل حالا السكر، هات شوية من السكر كده يكرمله، حبة سكر حلوين. احنا عايزينهم بس ياخدوا لون كده دبلان على طعم مسكر. انتي طعم حلو قوي. ونجهز الزبيب، الزبيب جنبي اهو. ممكن نعوز نحط كوسه مثلا تاني، عايزه ازود كوسايه. الكوسه لو اخدتوا بالكم انا ما قشرتهاش، هي نظيفه قوي. الكوسه لو هي نظيفه وزي الفل هنغسلها، يعني مش يعني ايه نظيفه، يعني مش مكحته ومبهدله بتبقى نظيفه حلوه كده. بنجيبها نغسلها بالفرشه كويسه قوي 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 قوي، وبعد كده خلاص بشتغل بيها. هنيجي هنا ممكن نحط مرقه لو بتحطوا مرقه، وبنملح كده ملح وحبه فلفل ونقلب كويس، ونحط شويه من الزبيب بقى هنا كده على البصل. نعم حاضر اوكي. وحاجه مهمه عايزين نعملها، عايزه اوريكم. هنقفل بقى كده عليها بالمصفه لو احنا ما عندناش الحله دي اللي هي حله الكسكسي، مصفه عاديه خالص بس ملهاش قاعده من تحت، المصفه بتاعه زمان الالومنيوم دي. هنحطها فوق الحله وهننزل عليها زي ما احنا شايفين كده. بصوا ادي الكسكسي، عايزاكم تشوفوه. بصوا اهو، اهم حاجه ما يبقاش فيه تكتلات، وزي ما احنا شايفين اهو
بقى جاهز لان هو يتبخر. هنحطه هنا علشان يتبخر كده بالشكل ده، وابقى مفرفطاه كده حلو، ويطلع البخار بتاع اللحمه والخضار على الكسكسي زي ما احنا شايفين كده. ونروح عاملين ايه؟ حاطين معلقه سمنه محترمه، نعمل كده تسيح بس شويه، ونقوم مفرفطينه تاني وهيبقى زي الفل. حط كسكسي لسه على النار بيسخن بقى كده وبيتظبط وبيتبخر وكده، حطينا له معلقه من السمنه، والخضار مستنياه بقى يستوي مع الشوربه واللحمه وكل الحاجات. الحمص على جنب اهو موجود، هنحطه في الاخر. الكرمله بتاعه السكر مع الزبيب، وحطيت لهم حبه قرفه. خلاص كده، بس كده ده اللي انا عايزاه. هاخده دلوقتي وحطه على جنب في طبق هنستخدمه حالا واحنا بنقفل. الطاجن اللي في الفرن ده اختراع يا جماعه، اختراع. خلينا نحط ده كده على جنب. الطنجيه خلونا نجيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. نأسف على هذا الصوت. اوكي، نفتح بقى كده بالراحه هنلاقي كل الحاجات بتبقبق معانا. انا عايزه اشممكم ريحه، يعني مش بس تدوقوا، بس نفسي تشموا الريحه عامله ازاي. عايزه اوريها لكم وهي بتعمل كل الاصوات كده. شايفينها ولا كده؟ شايفينها ولا ايه؟ مش عارفه اوريها لكم كده. ها فين اروح؟ فين اهو؟ كده تمام. تمام، احنا ممكن ايه نحطها بقى عشان تشوفوا كل الحاجات، يعني كده احسن. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها اصب. يلا يا عيني، حلاوة اللحمة وهي دايبة. بصوا الحلاوة، بصوا حلوة ازاي. في اي حاجة بقى تحت؟ تلاقي شوية حاجات ولا حاجة كده ولا كده. لحمة دايبة، لحمة دايبة، يعني شوية حركات يجننوا. نجيب شوكة ووريكم اللحمة عاملة ازاي. طبعا الكلام ده احنا عاملينه، دي انا عملتها الصبح، مش دي اللي احنا اشتغلنا بيها دلوقتي، لان هي بتاخد وقت، فادوها وقتها خالص لحد ما تطمنوا ان اللحمة تمام وزي الفل واستوت وخدت وقتها. بصوا انا عايزة اوريكم، هي مش مستحملة اصلا، مش مستحملة احط الشوكة اهي. اهيت بصوا. خطيرة وتجنن. نعمل لها بقى جورنش كده لطيف، نحط لها كده. ليمون مخلل مثلا يقول لنا ان دي اللحمة اللي بالليمون وبالزيتون بتاعتنا كده. لو دقتوها مش هتصدقوا نفسكم من الحلاوة.
يلا نقدم كمان الكسكسي والبصل كده. نجيب، عايزين نفتح الاول اوريكم ايه اللي حصل هنا كده. تمام، يلا يلا بشوكة بقى لطيفة بنقلب. يبقى عندنا كده شوكة، اي شوكة اي حاجة كده نقلب كده. بصوا، اوه خد بقى من الطعم ومن الريحة وبقى زي الفل. الله، لو تشموا الريحة حلوة ازاي. نشيل كده الخضار تحت كمان. تمام، استاذ مصطفى الجمل بيسال على بيقول لي وانا ينفع احط عليه شويه سكر باودر؟ اه ينفع طبعا، هو ايه المشكله؟ بس هو مسقي شوربه، يعني هو واخد من ريحه الشوربه، يعني لو ما عندكش مشكله مع الشوربه والسكر اوكي، ده سويت اند ساور بعينه. تمام، نجيب بقى الحلة بتاعتنا كده اللي ايه تحسونا في الأفراح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده اللي عاملينه من بدري، خلينا نزود عليه اللي اتعمل دلوقتي ونرص الرصة بتاعتنا كده ونظبط الطبق. اوه ما شاء الله ما شاء الله. اهم حاجه ان احنا ما يكلكعش ولا يبقى فيه اي حاجه ماسكه في بعض، لازم يبقى مفرفط. يلا هناخد دلوقتي حالا الخضار واللحمة وكل حاجة وهنحطها على بعض. يلا واحدة واحدة هنطلع الخضار ونرص بقى كده كل الخضار بتاعنا بالشكل ده. اللحمة بتتحط على الوش او بتتحط مدفونة براحتكم زي ما تحبوا. ادي القرع وادي الجزر. والفلفل. هنرص بس وايه ونبقى خلصنا خلاص بعد اذنكم. نشيل كل الحاجات اللي هنا دي كده، نطلع الخضار فقط. حالا 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 هخلص والله حالا.
هنحط شوية من البصل كده فوق الوش، الحمص كده كده، نقفل كويس. يلا بينا، خلص خلص. ممكن ألم ولا ما ألمش؟ ها ألم؟ طيب حاضر. طيب نلم ده ماشي، همسح انا واظبط بعد ما نختم.